أعزائي مشاهدي ومتابعي مباشر مصر في كل مكان، ما زلنا معاكم في تغطية حية ومستمرة من داخل استاد القاهرة. ننقل لحضراتكم أجواء مباراة الزمالك وبيراميدز الغاني في مباراة زي مشاهدي ومتابعي مباشر مصر في كل مكان. زي ما قلت لحضراتكم معاكم من داخل استاد القاهره، ممكن نلاقي حضراتكم اجواء مباراه الزمالك وبيراميدز الغاني من في لقاء نصف نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. وزي ما حضراتكم مشاهدي ومتابعي مباشر مصر في كل مكان، معاكم في تغطية حية ومستمرة من داخل استاد القاهرة. ننقل لحضراتكم أجواء الدقايق الأخيرة من مباراة الزمالك جماهير نادي الزمالك على أعصابها في ترقب وقلق في آخر دقايق الشوط الثاني والمباراة، ودي بتشير للزمالك بيلعب مباراة نصف نهائي الكونفدرالية، ماتش مذاع على قنوات بين سبورت. خلاص دقايق قليلة وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز الغاني. نادي الزمالك ضيع فرص كتيرة جدا، هجمة خطرة على نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين هتافات نارية من جماهير نادي الزمالك. انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز الغاني. انتهى اللقاء دريمز الغاني ونادي الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي بدون أهداف في غانا الأسبوع القادم. زي ما حضراتكم شايفين جماهير الزمالك تطلب اللعيبة في الذهاب للمدرجات على وانا اقول له الزمالك يجي كله. زي ما حضراتكم شايفين الحزن على وجوه لعيب الزمالك المسلوسي وسيف الدين البزيري، وجماهير الزمالك بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. زي ما حضراتكم شايفين تحيه جماهير الزمالك للاعبيها. الزمالك ضيع فرص كتيرة جدا
خلال المباراة، ولكن إن شاء الله الزمالك يقدر يكسب ويعوض في الأسبوع القادم إن شاء الله. كما حضراتكم شايفين لحظة خروج لاعبي الزمالك من أرض الملعب. زي ما حضراتكم شايفين نتيبة الوافد الجديد على نادي الزمالك وخروج ناصر ماهر وعمر جابر ومحمد حمدي محمود حمدي الونش واحمد سيد زيزو كانوا بيدعموا فريقهم زي ما حضراتكم شايفين معانا. الزمالك هيلعب العوده في غانا الاسبوع القادم زي ما قلت لحضراتكم. الكسبان من نادي الزمالك ونادي دريمز الغاني هيلاعب الكسبان من نهضة بركان المغربي او اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة النهائية. زي ما حضراتكم شايفين خروج جماهير نادي الزمالك من المدرجات ولقطة اليوم زي ما حضراتكم شايفين. شيكابالا وجماهير نادي بيرمز منطقة الصور التدريبية. منطقة الصور التذكارية مع شيكابالا نجم نادي الزمالك. اللقاء بالتعادل السلبي ما بين نادي الزمالك ونادي دريمز الغاني بالتعادل السلبي بدون اهداف في ذهاب دور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية. زي ما قلت لحضراتكم نادي الزمالك ضيع اهداف كتيرة جدا ويبقى الحزم او يؤجل الحسم للمباراة القادمة. اتمنى فوز نادي الزمالك والصعود للمباراة النهائية اللي هيتحدد طرفها ايضا الاسبوع القادم. النهاردة هيلعب نادي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري الساعة 9 بتوقيت القاهرة. بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة.